مجانين وعشاق السفر، مساء الخير وحلقة جديدة مع سافر مع عادل حول العالم. باك باكر مونديال، اتكلمنا عن الباسبور المصري، نعرف نسافر بيه فين. في الحلقات اللي فاتت ناس كتير بعتت لي وسألتني ازاي نسافر اوروبا 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 اوروبا، حلم الناس كتير. طيب النهارده يا جماعه هكلمكم عن الفيزا الشنجن. الفيزا الشنجن ازاي اجهز للفيزا الشنجن، اتكلمت عنها. لو انا معايا فيزا شنجن اقدر اسافر بيها فين؟ اقدر اسافر اكتر من 60 دوله بالفيزا الشنجن، في امريكا الشماليه، في الكاريبي، في حتى في افريقيا ممكن اسافر بيها، واوروبا كلها باستثناء بريطانيا، ايرلندا، روسيا، بيلاروسيا، اوكرانيا، اذربيجان، بعض الدول، لكن اقدر اسافر بيها تقريبا كل اوروبا بالفيزا الشنجن. فيزا فاليبل جدا، فيزا قيمه جدا. عشان ناخد الفيزا مش بالسهوله الكافيه اللي تسهل لنا ازاي ناخد الفيزا الشنجن. فالنهارده انا هحاول اكلمكم عن الفيزا الشنجن خطوه بخطوه ونشوف ازاي ناخد الفيزا الشنجن. ممكن انا هحاول ما اطولش عليكم، بس ركزوا بعد اذنكم في كل التفاصيل وكل بوينت انا اقول عليها اعلم عليها. دي معايا، دي معايا، دي معايا، دي معايا. جهز ملفك وروح قدم على السفاره وخلينا نشوف. النهارده انا هكلمكم عن الفيزا شنجن من سفاره اليونان. انا مثلا هتكلم عن اليونان، اغلبيه السفارات زي بعض مش هتختلف كتير. اليونان زيها زي اسبانيا، ايطاليا، المانيا، كلهم تقريبا نفس الكونديشنز. بس لو انت هتروح سفاره تانية بعد اذنك مش هتخسر حاجه، ادخل تشيك، شوف برضو الورق وشوف كل حاجه. بس انا هكلمكم النهارده عن اليونان، فيزا هروح اقدم عليها من سفاره اليونان. فخلينا نشوف هنروح نقدم على الفيزا الشنجن ازاي خطوه بخطوه من سفاره اليونان، وازاي نجهز، والتكلفه بتاعتها، والاوراق المطلوبه. طب انا لو انا قاصر تحت 18 سنه، تحت 18 سنه لان في اليونان هم دوله اوروبيه فبيعتبروا القاصر اقل من 18 سنه، احنا عندنا في مصر اقل من 21. فهتكلم خطوه بخطوه. طب انا رايح اعمل شهر عسل، رايح اعمل حاجات كتير جدا، خلينا نشوف ده كله ويلا بينا نطلع نشوف الاوراق المطلوبه للتاشيره الشنجن من سفاره اليونان. يلا بينا. نقطة رقم واحد يا جماعة، وهي أهم نقطة، محدش يكذب بجد، محدش يكذب. الناس دي يا جماعة عندهم يعني كشف هيئة، يكشفوك، بيعرفوا سواء أنت رايح السفارة أو مش رايح السفارة، أو بتقدم في المكتب ورقك هيبين إنك كذاب. رايح السفارة أول ما يشوفك هيعرف إنك كذاب. فبعد إذنكم محدش يكذب نهائي، اكتب كل الحقيقة، قول كل الحقيقة، عشان دي بنسبة كبيرة الحقيقة هي اللي هتخليك تاخد الفيزا. أي حوارات، أي أفلام، بنسبة كبيرة فيستك هتترفض. بعد اذنكم ركزوا قوي في الموضوع ده ومحدش يكسب بعد اذنكم، وخلينا نشوف فعلا ايه هي نقطة رقم واحد، ويلا نشوف مع بعض ايه هي نقطة رقم واحد. يلا بينا. رقم واحد معانا يا جماعة هي الاستمارة. ازاي نملى الاستمارة؟ استمارة هكتب لكم اللينك بتاعها، ازاي نجيب الاستمارة ونطبعها. الاستمارة لازم تتملي باللغة الانجليزية. وليه انا اخترت اليونان يا جماعة؟ اليونان بالنسبة لي الاستمارة مكتوبة باللغة العربية، فيها ناس كتير جدا هتعرف ايه المكتوب وتفهم ايه المكتوب. بس انا هفتح معاكم الاستماره خطوه بخطوه ونشوف ايه اللي يتملي وازاي نملاها بكل التفاصيل. فتابعوني خلينا نشوف ده هتتملي ازاي، وهكتب لكم اللينك في الديسكريبشن تحت، اضغطوا عليه هيطلع لكم المكان بتاع الاستماره، وندخل نشوف الاستماره دي تتعمل ازاي وازاي نملاها وتطبعوها وتتكتب بالانجليزي. اوكي خلينا نشوف مع بعض هتمشي ازاي الدنيا دي، يلا بينا. وهنا يا جماعه فتحنا الاستماره زي ما انتم شايفين، هنا في الصوره، وهنا بنجيب طبعا بيبقى لازم يكون معانا صورتين، بس انا هقول لكم على النقطه الثانيه هتبقى ايه هي. لكن هنا بيتحط الصوره بيبقى معانا صورتين 4 × 6. بنبدا دي شكل الاستماره، هكتب لكم وتبقى هي فري يا جماعه، الاستماره فري بتطبعوها من على الويب سايت. الجزء ده يا جماعه محدش بيملى فيه اي حاجه، محدش بيحط فيه قلم الا على اليمين ده، محدش بيلمسه، ده خاص بالسفاره بس. طبعا زي ما انتم شايفين في كونديشنز كتيره جدا، حوالي 5 ورقات، هقول لكم على كل حاجه منهم نعمل فيها ايه وايه المطلوب. بس زي ما قلت لكم اهم حاجه الجزء اللي على اليمين ده، ده خاص بالسفاره محدش يلمسه نهائي. طيب هنبدا هنا رقم واحد، طبعا هنكتب البيانات. البيانات هنا يا جماعه زي الباسبور بالظبط، يعني اسمك لو رباعي هتكتب هنا اخر اسم، الاسم رقم 4، هنا هتكتب الاسم رقم 2 و3، هنا الاسم رقم 1. طب لو اسمي خماسي الخامس، الثاني، الثالث، الرابع، الاول.
تمام. هنا هنكتب تاريخ الميلاد، تاريخ ميلاد كل واحد، محل الميلاد انت زي ما هو مكتوب في الباسبور، تمام. هنا البلد، بلد الميلاد هنكتب مصر. الجنسية الحالية هتكتب ايجيبشن، لو انت عندك جنسية تانية هتكتبها. بنكتب، بندخل هنا على سيفيل ستيتس، هنكتب هنا نشوف الحالة بتاعتنا بتاعت كل واحد. كل واحد يختار طبعا اعزب او ريجستر او وات ايفر، فكل واحد هيكتب الحالة بتاعته، والسكس هنا هيكتب هنا ذكر او انثى، وهنختار كل واحد. طيب هنا لو في حالة القصر بتكتب بيانات القاصر وكل الطلبات بتاعته، وهتكلم عن القاصر ده بالتفصيل لان ليه قصة تانية خالص. هنا بنكتب رقم البطاقة بتاعتنا، نوع الجواز، اغلبيتنا هيبقى جوازه اوردينري عادي، طبعا دبلوماتيك والحاجات دي كلها لو انت جوازك دبلوماتيك هتكتب لو اي حاجة، بس اغلبية الجوازات دي ما بيكونش ليها فيزا اصلا، مش محتاجينه، بيسافروا من غير فيزا. طيب بنكتب هنا رقم الجواز، سفر، وتاريخ الاصدار وتاريخ الانتهاء وجهة الاصدار. جهة الاصدار غالبا هتلاقي مكتوب رقم 30 32 50، هتلاقي رقم مكتوب في الباسبور، تمام. البيانات الشخصية رقم 17، بيانات الشخصية العضو في العائلة من مواطن الاتحاد الأوروبي. مواطن الاتحاد الأوروبي طبعا احنا هنسيبها فاضية، مش هنملى حاجة لأن احنا مش رايحين لحد، احنا رايحين سياحة، فهنسيب كل البيانات دي فاضية. 17 و 18 هنسيبها فاضية. وهنا يا جماعة النقطة رقم 19 هنكتب الايميل ادرس بتاعنا، وهنا هنكتب رقم التليفون، بس ركزوا قوي في النقطة بتاعت البريد، لو في اندرسكور او في دوت او في اي حاجة تبقى مكتوبة بالظبط عشان دي ما تعملناش مشكلة ويجيلنا الايميل على طول. في بلد ليس موطنك الاصلي، لو انت مقيم في بلد تانية وعندك اقامة في بلد تانية، مثلا انت عندك اقامة في الامارات مثلا، هتكتب اقامتك الامارات وهتكتب رقمها، رقم الاقامة وسارية من كاملك، ما عندكش هتعمل نو تمام. هتكتب هنا المسمى الوظيفي بتاعك، انت مثلا دكتور، محامي، ايا كان، هتكتب المسمى الوظيفي بتاعك بالظبط، وهتكتب اسم وعنوان ورقم الشركة بتاعتك مثلا. طبعا الغرض من انا مينلي انا بتكلم عن السفر السياحة، فانا هعلم على فيزة السياحة. لو انت عندك اي سبب اخر للسفر غير اللي مكتوب فوق هتكتبه، مفيش، مش هتكتب حاجة. الدولة العضو المقصود زيارتها، هنعتبر مثلا يا جماعة وركزوا معايا قوي في الحتة دي، احنا هنسافر اليونان وايطاليا، اليونان وايطاليا، ما تنسوش انا بقدم من سفارة اليونان، انا بقدم من سفارة اليونان، هكتب اليونان رقم واحد، ايطاليا رقم اتنين. طيب اول دولة يتم دخولها، فانا بقدم اليونان، تاني بتكلم فيها لان الناس كتير بتغلط فيها، هقوم كاتب هنا الدولة المقصود دخولها اول حاجة هتبقى اليونان، محدش يكتب لي ايطاليا. لو انت هتكتب ايطاليا تبقى رقم واحد، هيقول لك روح يا باشا، هيرفض لك الفيزا وتخسر كل حاجة وتخسر فلوسك وهتاخد ريجكت، وهيقول لك يا باشا روح قدم من سفارة ايطاليا، انت جاي لي ليه؟ تمام. فبعد اذنكم ركزوا قوي في الحتة دي، وانت فعلا وانت مسافر لازم تدخل يونان. في ناس ممكن لو انت داخل ايطاليا الضابط في المطار هيشوف الفيزا من اليونان، وانت اول مره تدخل داخل ايطاليا هيقول لك لا بره، هيرفض لك الفيزا وهتبقى صعب قوي. فبعد اذنكم بلاش اي حوارات. طب احنا بنقدم، واحنا بنقدم على الفيزا طبعا في ناس هتطلب سنجل انتري، تو انتريز، مالتيبل. طب يعني ايه؟ يعني انا لو واخد الفيزا سنه مثلا بس واخدها سنجل انتري، يعني انها هتبقى داخله واحده بس، هسافر اوروبا وارجع مش هعرف ارجع تاني مرتين، نفس الكلام هسافر وارجع هسافر وارجع، مالتيبل انتري اسافر 100 مره ما عنديش مشكله. طبعا هنكتب هنا تاريخ الوصول في اول بلد في منطقه الشنجن، هنكتب تاريخ الوصول بتاع مثلا انا هسافر يوم 30/12/2020، هرجع 7، هنا تاريخ العودة من منطقة شنجن هرجع 7/1/2021، فنكتب التواريخ بالظبط يا جماعة بعد إذنكم، ومحدش يكتب حاجة غلط لأن الحاجات دي مهمة جدا. طيب بالنسبة للبصمات، لو اتاخدت الفينجر برينت قبل كده هتكتب نعم، بس طبعا أنت مش هتبقى فاكر إمتى والتاريخ وكل حاجة، فما تكتبش لأن هو كاتب لك إف نون لو معروفة، لو أنت ما اتاخدتش هتعمل نو تمام، لو أنت أول مرة تقدم يعني. تصريح دخول الدولة، لو انت خدت فيزا شنجن قبل كده بتكتب هنا الفيزا انت واخدها مثلا ساي مثلا من ايطاليا قبل كده، هتكتب تاريخ الفيزا بتاعتك والتواريخ بتاعتها مثلا يعني. طيب اسم ولقب المضيف او اسم الفندق، هندخل هنا بقى في المنطقة، هنا احنا اتفقنا ان احنا هنسافر ايطاليا واليونان، هنقوم كاتبين هنا رقم واحد اسم الفندق بتاع اليونان، رقم اتنين اسم الفندق بتاع ايطاليا، العنوان بتاع الفندق بتاع اليونان وبتاع ايطاليا، رقم التليفون بتاع اليونان وبتاع ايطاليا، تمام.
اسم وعنوان الجهة التي أصدرت الدعوة. أنا ما بتكلمش على دعوة وأنا بتكلم على فيزا سياحة، فإذا مش هنملى أي حاجة من الحاجات دي خالص. طيب مين هيصرف؟ مين هيتكفل مصاريفك؟ الشخص نفسه هتقوم عامل كده علامة عليها، وإنك هتصرف كاش وكريدت كارد، وإنت أصلا إقامتك مدفوعة والتنقلات تمام كله تمام. هنا ما تملاش أي حاجة. طيب هنا أنا اتكلمت بسرعة قوي عن الموضوع ده. هنا طبعا بيقول لك أنت على علم إن لو اترفضت مش هتاخد فلوسك، هتقول له طبعا أنت كده كده كل دي زي كونديشنز، انت في كل الاحوال لازم هتبقى اوير بيها وعارف ايه المكتوب، وانت عارف ان الفيزا مش هترجع فلوسها وكده كده خلاص الموضوع انتهى. هنا بتكتب مثلا التاريخ مثلا 15/12/2020، وهنا هنوقع، وهنا هنعمل الامضه بتاعتنا. بس لو انا قاصر همضي وهيمضي جنبي احد الوالدين او الوصي القانوني. طيب هنا دي جنرال تيرمز وكونديشنز جديده او ريجوليشنز بتتكلم على الداتا بتاعتك. طبعا الناس غالبا مش هتقرا حاجه، بس ده فيما معناه ان كل الداتا انتري اللي انت حطيتها فوق اسمك وباسبورك ورقم تليفونك والافلام دي كلها، ده معناه ان هي هتفضل على السيستم عندهم الخاص ب في اي اس فيزا انفورميشن سيستم لمده 5 سنين زي ما انتم شايفين اهوت. المعلومات دي موجوده لان لا قدر الله لو في اي ديتكشن انفستيجيشن حصل خاصه بالعمليات الارهابيه او اي حاجه. انا بختصر لكم الكلام المكتوب ده كله يا جماعه. وهم بيقولوا ان هم ممكن يدوها لاي طرف ثالث، اي حد هيطلب المعلومات دي ممكن ليهم الحق ان هم يديهم المعلومات دي، وانت كده كده بتوافق على كل ده وشكرا. كده اتكلمنا على كده، ده اخر حاجه في الابلكيشن هي 5 ورقات، وبكده انتهت الابلكيشن وانتهى كل حاجه يا جماعه. عرفنا ازاي نملى الابلكيشن خطوه بخطوه. خلينا ناخد بقى ايه البوينت رقم الثانيه، ايه هي الاوراق المطلوبه علشان نقدم على الفيزا شنجن. يلا بينا. وبكده يا جماعه احنا شفنا الاستماره ازاي بنملاها، وشفنا كل حاجه خطوه بخطوه. بعد اذنكم املوا البيانات زي ما هي موجوده في الباسبور، تاريخ السفر ركزوا فيه قوي، محدش يغلط بين التاريخ والتاني، محدش يعمل ان هو مسافر ايطاليا بدل اليونان. تكتب المده الاطول لليونان اكتر من ايطاليا، مسافرين اليونان رايحين سفاره اليونان هنكتب رايحين اليونان مثلا 5 ايام وايطاليا يومين وهكذا، لان غير كده لو انت اديت ايطاليا الحق اكبر هيقول لك روح خدها سفاره ايطاليا وهتترفض. فبعد اذنكم بعد اذنكم ركزوا قوي في المعلومات دي. طيب خلاص احنا اتكلمنا على الاستماره. رقم 2 هيبقى معانا صورتين 4 في 6. رقم 3 هنجيب اصل الباسبور ويبقى ساري لمده 3 شهور. يعني ايه 3 شهور؟ انا باسبوري انا مسافر مثلا في شهر 12، بس باسبوري ساري لحد شهر 3 او شهر 4 او اكتر، تمام؟ فده من الحاجات المهمه جدا. رقم 4 هنصور الباسبور كامل، كل حاجه خاصه بالباسبور، باسبوراتي اللي قبل كده، الفيز، طب انا معيش اي حاجه. في سفارات بتطلب شهاده تحركات، وفي في سفارات ما بتطلبش شهاده تحركات. فبعد اذنكم طلعوا شهاده التحركات من مجمع التحرير اعتقد ومنطقه الجوازات والهجره في العباسيه، فدي من الحاجات المهمه جدا، دي بتطلب من سفاره للتانيه فبتطلعوها. طيب دي كده اتكلمنا على اول 4 حاجات، اتكلمنا على الاستماره، صورتين، اصل الباسبور، ونصور كل الباسبورات وشهاده التحركات. طيب ندخل في الحاجه المهمه بقى، انا راجل بشتغل موظف. طب انا راجل موظف دلوقتي ايه العمل دلوقتي؟ اعمل ايه؟ بجيب اتش ار لتر. يعني ايه اتش ار لتر؟ ورقه من البنك او ورقه من مكان شغلي او ورقه من اي مكان انا فيه بيقول فيه المسمى الوظيفي او بيتقال فيه وبيتقال فيه تاريخ التعيين من تاريخ مثلا 2016 حتى تاريخه، تمام؟ حتى تاريخه بيكتب فيه المرتب. المرتب ده يا جماعه من الحاجات المهمه جدا، وممكن تكتب المرتب بتاعك مثلا سي انت بتاخد 10,000 جنيه مثلا في الشهر، هتكتب مرتبك سنوي، هتكتب المرتب سنوي هتكتب 12,120,000 جنيه، مش هتكتب 10,000، هو كده كده مفهوم ان هو 10,000، بس انت هتكتب الانيوال سالري بتاعك 120,000 جنيه. كده بقى احنا اتكلمنا على المرتب، وهنكتب على حاجه مهمه جدا، اغلبيه الشركات اغلبيه الشغل بيبقى مامن على الموظف المفروض يعني، فبتكتب برده في الاتش ار لتر ده الرقم التاميني بتاعك. رقم التاميني ده بتاعك مهم جدا يا جماعه، ركزوا فيه بعد اذنكم، ويا ريت تتكتب زي ما بقول لكم كده بالظبط. ممكن انزل لكم يعني زي شكل الاتش ار لتر يبقى شكله عامل ازاي، عشان الناس برضو اللي مش فاهمه الدنيا ممكن تبقى ماشيه ازاي. كده اتكلمنا لو انا موظف. طيب انا لو صاحب شركه يبقى عندي سجل تجاري وعندي بطاقه ضريبيه، تمام؟ بجيب السجل التجاري والبطاقه الضريبيه. طيب انا لو طالب بجيب شهاده القيد من المدرسه او شهاده القيد من الجامعه.
يبقى كده اتكلمنا على المسمى الوظيفي كموظف او كصاحب شركه او كطالب. كده اتكلمنا على الموضوع ده كله. حاجه مهمه جدا 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 هتكلم فيها هي الحساب البنكي. الحساب البنكي يا جماعه، معاك مليون زي معاك 10 مش هتفرق كتير المبلغ. المبلغ ده من ناس موثوق منها جدا وعن تجربه شخصيه عن حاجات انا سامعها من سفاره. المبلغ مش هو القصه. الناس فاكره ان لو معاها مليون بترفض فيه. انا اعرف ناس معاها ملايين اترفضت، ملهاش علاقه، حسابه فيه ملايين 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 بجد واترفضوا، ملهاش علاقه. فبعد اذنكم الحساب البنكي ده مهم جدا. تحط فيه في مثلا 50,000 جنيه مش مشكله، في 3 بس طبعا لازم يبقى فيه فلوس عشان نبقى يعني واضحين. بس ايا كان المبلغ في 20 50 100 مش دي القصه. بس ما اجيبش انا اروح لبابا او ماما او واحد من صحابي اقول له يا جماعه بعد اذنكم هاتوا لي 100,000 جنيه بس عندي ميعاد في السفاره، احطهم في الحساب ونرجع ادي لك الفلوس تاني. الحاجات دي مهروشه قوي يا جماعه. فبعد اذنك انت معاك الفيزا كارد بتاعتك، روح اي سوبر ماركت، روح اي مطعم، اي حد، اصرف دايما بالفيزا. هيطلع لك كشف حساب محترم بيبين ويثبت للناس ان انت راجل عايش في البلد هنا. فبعد اذنكم الموضوع ده مهم جدا، بين ده واتكلم بثقه. والموضوع ده ما فيهوش، لان هي دي التركايه اللي بتوقع ناس كتير. ناس بتجيب 100,000 جنيه تقوم حاطها في الحساب، تطلع كشف حساب تاني يوم وحسابه طالع ورقتين وفي 100,000 جنيه، ما هتترفض. مفهومه يعني، مفهوم انت عملت ايه، مفهوم انت جبت منين. فمحدش بس يحاول يستنصح. دي بس من الحاجات المهمه جدا. فبعد اذنكم ركزوا قوي في الكشف الحساب. طيب نيجي في النقطة اللي بعدها، لازم يكون معانا طيران ذهاب وعودة، ولازم يكون معانا حجز الفندق. طبعا احنا مسافرين ايطاليا واليونان، هنعمل تواريخنا بالظبط، وعارفين ان احنا اليونان هتبقى اكتر في الاقامة، والطيران عارفين نفس التواريخ بتاع الطيران هي تواريخ الاقامة، لان الناس كتير بتغلط فيها. بعد اذنكم ركزوا قوي في الموضوع ده، لان الموضوع ده مهم قوي 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 قوي. خلاص احنا كده اتكلمنا على كل حاجة خاصة بالفيزا الشنجن ازاي نعملها. حاجة مهمة اخيرة يعني دي مهمة ولازم تبقى موجودة معانا، هي التأمين عن السفر. تأمين على السفر ده بنروح اي شركة سياحة، وانا بالنسبة لشركة سياحة، هنروح شركة سياحة وانا انصح بده، محدش يتفزلك ويعمل الحاجات دي لوحده. بعد اذنكم روحوا شركة سياحة تعمل لكم الورق تمام بالتواريخ تمام، هيبقوا مركزين وعارفين هما بيعملوا ايه، بتاع الفندق والطيران والتأمين. التأمين انا طبعا شركات سياحة بتختلف من واحد للتاني، بس انا انصح بشركة AMIG او AIG. دي شركات اسعارها رخيصة وبتدي الانشورز. طبعا انا هنزل لكم صورة ايه هي الشركات، في اليونس، في حاجات كتير جدا، بس دول شركات اسعارهم في المتناول. طيب التأمين ده بعمله ازاي او ايه اهميته؟ ده لا قدر الله لو حصل اي حاجة بره انت مغطي تأمينيا، فممكن انت هتروح طبعا تصرف في المستشفى لا قدر الله هناك، وترجع تحاسب شركة التأمين وتعيشوا وتتعايشوا مع بعض. تمام. طيب التأمين ده لو انت هتطلع مثلا سفرية اسبوع، طلع 10 ايام، بتطلع على قد المدة اللي انت طالع فيها. طيب انا واحد عايز فيزا، انا خدت فيز كتير قبل كده وعايز مدة طويلة، مثلا عايزها سنة، عايزها اتنين، عايزها خمسة، هتطلع تأمين بالمدة اللي انت عايز بيها الفيزا. انت هتكتب انت عايز الفيزا سنتين تلاتة اربعة، تمام. هتطلع الانشورنس بتاعك ان انت عايز الفيزا، هتطلع انشورنس بخمس سنين لو انت عايز الفيزا خمس سنين مثلا، وهكذا وهكذا وهكذا. هتفضل مكمل بالواي ده والطريقة دي. فبس انت مسافر اسبوع، خلاص خليها على قد اسبوع، اعمل 10 ايام تقريبا بيبقى تكلفته 100 جنيه او حاجه كده. كده بقى احنا اتكلمنا على الانشورنس واتكلمنا على كل حاجه خاصه بالفيزا. طيب انا راجل مسافر دلوقتي شهر عسل، اعمل ايه؟ بجيب وثيقه الزواج. طيب انا راجل دلوقتي مش اولا لازم وانا بروح السفاره، طبعا انا لو صاحب شركه هيبقى معايا السجل التجاري والبطاقه الضريبيه، دول لازم يترجموا الى اللغه اليونانيه مش اللغه الانجليزيه، هم شرطين كده. اللغه اليونانيه، هنروح نقابل الناس في هنروح الجمعيه اليونانيه في وسط البلد في 17 سليمان حلبي اعتقد حاجه كده في وسط البلد، الجمعيه اليونانيه هنروح نترجم شهاده التحركات لو انا معايا والسجل التجاري والبطاقة الضريبية للغة اليونانية. دي من الحاجات المهمة جدا. طيب ايه تاني مهم محتاجين نعمله؟ هي لو انا قاصر قاصر زي ما قلت لكم اقل من 18 سنة، ده عشان احنا في اوروبا، فاقل من 18 سنة بتجيب شهادة الميلاد بتاعة القاصر
وبتروح القنصليه اليونانيه، الوالدين بابا ومامته بيروحوا القنصليه اليونانيه ياخدوا تصريح موافقه ان هو هيروح يقدم لوحده في السفاره، وبيكون مع شهاده الميلاد وبياخدوا موافقه، وبياخد الموافقه دي بيروح يقدم بكل الورق اللي انا قلته قبل كده فوق. طيب لو انا قاصر وعايز اسافر لوحدي، بنروح برضو بابا ومامته بيروح القنصلية ياخدوا موافقة ان هم سامحين له، موافقين له ان هو يسافر لوحده ان هو قاصر. طيب لو انا هسافر برضو مع بابا بس او ماما بس، يعني حد منهم، نفس الكلام، هنروح نعمل نفس الكلام ويبقى في اثبات شخصية. لو الام هتجيب شهادة الميلاد وتكون مترجمة، ولو الاب هيجيب البطاقة بتاعته مثلا لان هم الاسامي زي بعض وتكون مترجمة. وبكده يا جماعة اتكلمت عن الفيزا الشنجن بتفاصيلها كاملة كاملة، ما مش ناقص فيها اي حاجة. شفنا ازاي بنملى الفيزا مع بعض، شفنا حاجات كتير جدا مع بعض. بعد اذنكم كل بوينت انا اتكلمت فيها اعلم عليها. انا قلت كشف الحساب موجود، قلت السفر، الطيران، الاقامة، بلا بلا بلا، موجود موجود موجود. علم، جهز ملفك. هتدخل على موقع VFS، هتحجز معاد في VFS. ما ينفعش اخد ورقي واروح كده مكتب VFS، لا. وما بنروحش السفاره يا جماعه اليونان، ما بنروحش السفاره، هنروح مكتب VFS. وبعد ما نخلص بنجهز الملف كامل، اتكلمنا على الاستماره، الصور، الباسبور، شهاده التحركات، كل الفيز اللي موجوده في الباسبور، المسمى الوظيفي، الاتش ار ليتر، الرقم التاميني، السجل التجاري، بطاقه ضريبيه، كل حاجه اتكلمنا فيها. واتكلمنا لو انا هقضي شهر عسل، طب لو انا قاصر، اتكلمنا على كل حاجه. الحاجة الأخيرة بس اللي هتكلم عنها هي الفيزا، تمنها 80 يورو تقريبا، 1360 جنيه، وفي 340 يورو تقريبا، 340 جنيه سوري، رسوم المكتب. وفي لو أنت عايز بقى تستلم الباسبور بتاعك سواء بقى فيه الفيزا أو ما فيهوش الفيزا، تروح تستلمه بنفسك من 3 ل 4 أعتقد، أو من 3 ل 5 بتروح تستلمه بنفسك. طب لو أنت عايز الباسبور يجي لك لحد مكان إقامتك، لو أنت في القاهرة 98 جنيه، لو أنت بره القاهرة 170 جنيه. يبقى أوفر أول التوتال كله بتاع الفيزا اللي أنت هتعملها كلها حوالي 1790 جنيه تقريبا لو أنت في القاهرة، لو أنت خارج القاهرة 1870 جنيه. وبكده اتكلمنا على كل حاجة. يعني ليتس سي الكوست كله بتاع فيستك كاملة ممكن يبقى 1900 جنيه، 2000 جنيه بحد أقصى، بالتأمين، بالورق اللي أنت هتعمله من شركة السياحة اللي هو الطيران والإقامة، وكده قول بحد أقصى 2000 جنيه. أكتر من كده بيتضحك عليك، محدش يدفع أكتر من كده يا جماعة، لأن التسعيرة واحدة واضحة. أي حد يقول لك هات مش عارفة 5000 جنيه وأنا هجيب لك وأعمل لك وأسوي لك، ما تسمعش كلام حد نهائي، كل ده أي كلام. بعد إذنكم ركزوا وانا معاكم، اكتبوا لي في الكومنتات عندكم تحت لو حد عنده اي استفسار، عنده اي حاجه. انا اتكلمت بتفاصيل، اسف ان انا طولت، بس السؤال ده انا حابب ان اتكلم فيه لان جالي اسئله كتير عليه، وانا معاكم خطوه بخطوه هرد. وفي فيز ثانيه يا جماعه، فيز ثقافيه، علاجيه، علميه، رياضيه، كل في فيز كتير جدا، بس انا بتكلم على الفيزا السياحه. ايه هي متطلبات وشروط الفيزا الشنجن سياحه؟ هسيب لكم اللينك تعرفوا الفيزا الشنجن من دخلنا فين، واللينك بتاع الاستمارة عشان تطبعوها. وكده اتكلمت على كل حاجة، لو حد عنده اي سؤال انا معاكم. تنسوش تعملوا سبسكرايب بليز للقناة، تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، وهكتب لكم لينك الانستجرام، هتلاقوا دول كتير جدا، 91 دولة حول العالم هتشوفوها على الانستجرام والفيسبوك، هسيب لكم اللينك بتاع القناة. وهاستا لويجو اميجوس.